نعم، حقيقة الأرقام التي تصدرها المنظمات الدولية والمحلية حتى في العراق وخارج العراق أرقام يعني على مستوى نستطيع القول يومية وشهرية، وهناك تقارير سنوية. ولكن السؤال المهم يعني ما هي التحركات تجاه هذه الأرقام؟ الأرقام متزايدة وخطيرة وتشكل يعني انتهاكات صارخة وواضحة بالأدلة والثبوتات التي لا تحتاج إلى يعني تأييدات أخرى على مرأى ومسمع بالصورة والفيديو وغيرها من الوسائل التوثيقية والحالات التي تصل فيها انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، ولكن لم يتخذ بشأنها أي شيء، مجرد بيانات تنديد ومجرد يعني استنكارات دولية على مستوى حتى الدول. يعني حينما يحدث تفجير هنا وهناك نجد رسائل يعني تعازي ومساندات دولية، ولكن ما هكذا يعني تورد الإبل. الناس الضحايا أو الإنسان العراقي التي تنتهك حقوقه لابد من إيقاف لهذه المهازل التي تتخذ بحقه، فخاصة أنه في بلد يعني أول بلد ظهرت فيه يعني قوانين حقوق الإنسان، بل أن القوانين القديمة في العراق القديم نصت حتى على حقوق الحيوان. فنأتي اليوم في آخر الزمان وإذا بالإنسان العراقي يعيش هذه الحالة من الانتهاكات الصارخة على كل الميادين، ولا يسعنا إلا أن نقرأ أرقام شهرية وأرقام سنوية في تقارير دورية